وللحديث عن الرفض الشعبي ورفض الهيئات الإسلامية والعلمائية لتطبيع بعض الفصائل الفلسطينية مع نظام الأسد، معنا في الأستوديو الدكتور محمد أيمن جمال، أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة محمد الفاتح، ومعنا من برلين المحامي والكاتب الفلسطيني أيمن فهمي أبو هاشم. لعلي أبدأ معك سيد أيمن، يعني بماذا يشي كل هذا الرفض من قبل الفلسطينيين أنفسهم لخطوة بعض الفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس في التطبيع مع نظام الأسد؟ تفضل. مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجمهور القناة. موقف بك. الحقيقة الشارع الفلسطيني من الخطوة التي أقدمت عليها حركة حماس لعودة تطبيع علاقاتها مع النظام السوري لاقت استنكار كبير في الأوساط الفلسطينية لثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول أنها خطوة تتناقض تماما مع الموقف الشعبي الفلسطيني الذي انحاز إلى ثورة الشعب السوري والذي رفض أن يقف إلى جانب الاستبداد، وهذا الموقف المعلن منذ بداية الثورة السورية. للأسف أن حركة حماس كانت إحدى الفصائل التي زعمت بأنها تقف إلى جانب ثورة الشعب السوري، ولكنها بهذا الموقف عمليا ارتدت عن موقفها السابق وأعلنت انحيازها إلى نظام بشار الأسد، وهذا يتعارض مع الموقف العام بحكم أن جرائم النظام طالت الفلسطينيين بما لا يقل عما طال السوريين، وهناك يعني العديد من المجازر الموثقة التي ارتكبت بحق أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا. السبب الثاني أنها خطوة رغم تبرير حركة حماس أنها تأتي في إطار يعني بحثها عن حلفاء ضمن محور المقاومة وتوحيد كلمة هذا المحور، ولكن الكل يعلم بأن هذا النظام الذي تاجر بالقضية الفلسطينية هو الطعن الحقيقي لكل من يريد أن يقاوم فعليا، وبالتالي هذه الخطوة أو هذه المزاعم مردود عليها، وهي تعكس تصرف براغماتي أو سلوك براغماتي من قبل حركة لا يصب لا في المصلحة الوطنية الفلسطينية ولا في مصلحة الشعب السوري. السبب الثالث برأيي أن هذه الخطوة أيضا تؤكد على أن الفصائل الفلسطينية بشكل عام قد انكشفت خلال حقبة الثورة السورية، وبأنها بالفعل هذه الفصائل إن كانت حماس أو غيرها اتخذت مواقف لا تليق بالمفهوم الوطني التحرري للقضية الفلسطينية ولتضحيات شعبنا، وهذا الموقف أيضا يعكس أن الحالة الفلسطينية تحتاج إلى مراجعة وربما فعلا إلى ربيع جديد يتم من خلاله إعادة موضعة هذه القضية في سياق الشعوب ومع الشعوب وفي مقدمة الشعب السوري الذي قدم الكثير من أجل. ابقى معنا سيد أيمن، سأعود إليك بنقاش جديد على أي حال. أنتقل بالسؤال الآن إلى ضيفي هنا في الأستوديو، أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة محمد الفاتح دكتور محمد أيمن جمال. يعني بما تفسر هذه الخطوة من الفصائل الفلسطينية التي قررت العودة إلى نظام قاتل لشعبه وموالي لإيران، لم يكتفي بقتل السوريين في سوريا فحسب وإنما جاء على قتل الفلسطينيين أيضا؟ يعني لا شك أولا أن هذه الفصائل التي ذهبت بعضها مقيم في دمشق أصلا لم يغادر، وبعضها حليف للنظام السوري في لبنان، وليست كل الفصائل مثل حماس. حماس غادرت فعلا في بداية الثورة السورية وكان موقفها مشرفا في البداية، لكن بعد ذلك ارتأت الآن أن تعود مرة أخرى. طبعا ارتأت بأجزاء منها الحقيقة ولم ترتأي بكليتها، وبعض الإخوة في حماس يحاولون إشاعة أن هذا قرار بالإجماع حصل وكذا، بينما في الحقيقة هناك كثير من التباين في المواقف سواء في الصف الحمساوي داخل غزة وخارجها أو في مستوى القيادات، أيضا هناك تباين كبير بينهم، والحقيقة هناك تفسيرات جدا خطيرة لهذا الرجوع أو لهذه العودة. نعم. وكلها ضمن القراءات التي تكاد تكون واقعية تماما، الضغط الإيراني من جهة، ضغط حزب الله من جهة أخرى، وهذا كله يقع في المشروع الصفوي الفارسي الذي يحارب أمتنا على جميع الجبهات. في الحقيقة هذا الأمر يجب أن يكون واضحا عند جماهير الأمة، هذا الانحياز إلى هذا المحور خطير جدا وليس مقبولا من أي جهة كانت، فيه تلميع لهذا النظام المجرم ولهذا الصف الإيراني الصفوي الفارسي الذي يحاول نشر مشروعه في بلادنا، وفيه تضليل لجماهير الأمة. قد يظن الآن كثير من الناس أن هذا المشروع هو المشروع الذي يحمل القضية الفلسطينية، وهي ليست قضية فلسطين فقط، إنما هي قضية الأمة. الذي يحمل هذه القضية حقيقة
هم المجاهدون على الأرض الذين يفدونها بدمائهم، وهم في الحقيقة جماهير الأمة في كل مكان، هم الذين يحملون هذه القضية وهم الذين يدافعون عنها أمام أشرس هجمة يقوم بها الاحتلال الصهيوني من جهة والأنظمة العربية الوظيفية من جهة أخرى. فلا فرق أبدا، يجب أن يكون هذا الوعي حاضرا في نفوس أبناء الأمة، لا فرق أبدا بين نظام صهيوني يحتل تلك الأرض وبين نظام يسمح للصهاينة وأتباعهم أن يحتلوا بلاد سوريا، كذلك يسمح للإيرانيين أن يدخلوا إلى سوريا ويحتلوها، ويسمح للروس أن يحتلوا سوريا. لا فرق أبدا بين نظام محتل جاء على ظهر النظام الحاكم في سوريا المتحكم بالناس وبين نظام آخر صهيوني ظاهر العداوة للأمة، إلا أن النظام السوري الذي يزعم القومية ويحارب الإسلام ويحارب وجود الفلسطينيين ابتداء من تل الزعتر في لبنان أيام حافظ أسد، وليس انتهاء بالمجازر التي حصلت أثناء الثورة السورية على إخواننا الفلسطينيين في دمشق. سأعود إليك على أي حال في نقاش جديد سيد محمد. أنتقل إليك ضيفي من برلين عبر الهاتف أستاذ أيمن. يعني بما تفسر غياب آلام فلسطينيي سوريا والجرائم التي ارتكبت بحقهم عن الفصائل الفلسطينية التي التقت ببشار الأسد؟ طبعا يعني الجواب نراه بوضوح في تنكر هذه الفصائل لكل التضحيات التي قدمها أهلنا الفلسطينيين في سوريا، التنكر لمأساتهم الكبيرة التي وقعت على يد الأسد، وهي فعلا نكبة ثانية بحق فلسطيني سوريا. هذا الخذلان والتنكر يفسر بأن هذه الفصائل انحازت لمنطق المصالح على حساب منطق المبادئ والقيم التي تجمع الشعوب، وهي قيم الحرية والكرامة والخلاص من هذا النظام المستبد. من يقاوم الاحتلال من الطبيعي كما قال ضيفك أن يقاوم أنظمة مستبدة تحرس حدود هذا الكيان، وللأسف الفصائل الفلسطينية في غالبيتها اختارت المكان الخطأ والموقف الخطأ وانحازت فعليا ضد مصالح الشعب الفلسطيني وضد مصالح أيضا الشعوب العربية، وهذا موقف فعلا يسجل يعني على هذه الفصائل، موقف يعني لن يمر مرور الكرام، لأن الشعب الفلسطيني لن يقبل ولن يسامح بأن تدعي هذه الفصائل تمثيله وبنفس الوقت تعمل ضد مصالحه وضد حقوقه. سأعود إليك سيد أيمن من جديد. إليك دكتور محمد، يعني هل كانت هذه الفصائل الفلسطينية مجبرة مثلا على هذه الخطوة؟ لماذا بادرت للتطبيع في حين أحجم الكثيرون وكان بالإمكان أن تؤخر ذلك لتلافي الغضب الشعبي؟ يعني الحقيقة بأسئلة مباشرة وصريحة مع قادة حماس قالوا لسنا مجبرين على هذه العودة، ولم تدفعنا لا إيران ولا حزب الله إلى ذلك، وهذه قد تكون يعني جريمة إضافية. لو كانوا مجبرين لقلنا إن هناك فائدة من هذا. النظام الأسد بعد أن فقد قواته في هذه الثورة فقد انتماء الجيش أصلا إلى الفكرة القومية وإلى فكرة الدفاع عن الأرض أصلا، ما عاد جيشا يحتمى به من الكيان الصهيوني أصلا. فالالتجاء إلى سوريا عسكريا ليس له معنى، ماديا ليس له معنى، سوريا منهارة اقتصاديا بكل معنى الكلمة، لا يوجد أي مؤسسة مالية الآن في سوريا تعمل، والانحياز إلى مثل هذا الوضع في الحقيقة هو خاسر بكل المقاييس ولا يمكن أبدا أن يكون مقبولا. ولذلك علماء المسلمين أبدوا إنكارهم لهذه الخطوة من قبل حين تسامعوا بها، ذهبوا إلى قيادة حماس وزاروهم وأبدوا لهم النصح وحاولوا كثيرا أن يثنوا الحركة عن قرارها، لكن مع الأسف كانت الحركة ماضية في اتجاهها نحو الصلح مع هذا الكيان أيضا السوري الغاصب لأرضنا، الذي يحتل سوريا كما يحتل العدو الصهيوني يحتل أرض فلسطين. كذلك هذا الكيان أقلية أو أقلوية طائفية تحتل سوريا، هي لا تمثل 7% أو 10% وفق أكثر التقادير، تحتل سوريا بكل معنى الكلمة احتلالا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وتمنع أهلها من البقاء فيها. هجرت ما يقرب من 13 مليون مواطن سوري ما بين تهجير داخلي وتهجير خارجي، وهذه جرائم لم يفعلها حتى الاحتلال الصهيوني في ذروة سطوته وانتشاره ضد الفلسطينيين. ولذلك حقيقة الانحياز إلى هذا النظام هو انحياز إلى معسكر الظلم لا يرضى به أحد عاقل سواء أكان سياسيا أو شرعيا. من جديد إليك أستاذ أيمن، يعني ماذا يعني تزامن زيارة الفصائل الفلسطينية للتطبيع مع نظام الأسد مع العملية التي نفذها عدي التميمي والتضامن الشعبي معه في الضفة؟ بالعكس، هذه الزيارة يعني طبعنا أمام موقف متناقض ويحمل من أوجه التناقض بصورة صارخة، لأنه في الوقت الذي نشهد
تصعيد من قبل جيل الفلسطيني الصاعد، تصعيد في مقاومة هذا العدوان، هذا الإرهاب الصهيوني. بالمقابل للأسف نشهد أن هذه الفصائل تقوم بإعطاء بشار الأسد ختم على بياض للتغطية على كل جرائم التي ارتكبها طيلة السنوات الماضية. وهذا يعني وهذه الصورة التي شاهدناها في استقبال رمز الإجرام لممثلي الفصائل الفلسطينية تركت يعني انطباعات مؤلمة، مؤلمة جدا عند أهلنا السوريين والفلسطينيين والعرب وكل المعنيين بقضايا المنطقة، لأنه من الطبيعي أن هذه الفصائل أن يكون موقعها في مكان آخر، ولكن للأسف الشديد هي ذهبت إلى كما قلت إلى رمز هذا الإجرام وقدمت له أوراق الصفة عن جرائمه. طيب. وهذا أمر غير مقبول لا سياسيا ولا أخلاقيا ولا وطنيا. طيب سيد أيمن، هذه العملية التي جرت في الضفة إلى أي مدى تطلق تحذيرا للفصائل الفلسطينية بإمكانية تغيير خارطة القوى وأفول نجمها لصالح مشروع مقاوم شعبي بعيد عن أي تخادم سياسي؟ أنا بصراحة لا أذيع سرا إذا قلت بأنه هذه أول مرحلة تاريخية في كل النضال الوطني الفلسطيني يحصل فيه يعني انقسام كبير وابتعاد الشارع الفلسطيني عن هذه الفصائل. يعني اليوم نسبة كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي الخارج لديهم الكثير من الغضب والاحتقان على أداء الفصائل، سواء الفصائل التي ذهبت إلى مشروع التسوية ولم نحصد منه سوى المرار وتوغل الاستيطان وعدم الوصول إلى أي نتيجة إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني، أو الفصائل الأخرى التي حملت يعني مشروع المقاومة وبالتالي تحالفت مع إيران وأسندت يعني أو وضعت يدها في خدمة الأجندة الإيرانية الخطيرة في المنطقة. وبالتالي هذه مرحلة فعلا ستفرز يعني مشهد جديد فلسطيني، ونحن نرى اليوم بأنه في جيل كامل، جيل نشأ ما بعد اتفاق أوسلو، هذا الجيل الآن لديه رؤية بأنه هذه الفصائل لم تستطع أن تحقق أو تحافظ أو تصون تضحياته، ومن الطبيعي أن نشهد في الفترة القادمة يعني بزوغ بالفعل يعني دعني أقول ولادات جديدة تعبر عن نبض الشارع الفلسطيني وعن تطلعاته وحقوقه. من برلين المحامي والكاتب الفلسطيني أيمن فهمي أبو هاشم، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إليك مجددا دكتور محمد، يعني هذا التطبيع مع نظام الأسد إلى أي مدى ترى أنه يخدم المشروع الإيراني وحتى كذلك يخدم الاحتلال الصهيوني بصناعة فجوات بين الثورة السورية والقضية الفلسطينية؟ يعني أولا أخي الكريم يجب أن يكون واضحا أيضا أن المشروع الإيراني الصفوي ليس له أي علاقة بالقضية الفلسطينية، ودعمه القضية الفلسطينية دعم على الهدف الوحيد منه هو تبييض صفحة إيران. جرائم إيران في المنطقة جرائم كبيرة جدا، حينما أعلن في وسائل الإعلام عن ثقب أعين الناس بالدريل في العراق، حين ذلك نفذت حماس زيارة لإيران وكان ذلك تبييضا لصفحتها. إيران تستغل مشروع المقاومة عموما من أجل تبييض صفحتها فقط، وليس لها أي هدف آخر. الأمر الآخر أن مشروع إيران مشروع توسعي في العالم الإسلامي، وليس مشروعا لا إلى هداية غير المسلمين مثلا، وليس كذلك مشروعا داخليا وطنيا، هو مشروع توسعي في العالم الإسلامي. التوسع في العالم الإسلامي يجب أن ينطلق من نقطة يجمع عليها جميع المسلمين وهي القضية الفلسطينية، هذا مقدس من مقدسات المسلمين محتل. ولذلك دعم إيران لهذا المشروع، مشروع المقاومة، هدفه الوحيد هو التوسع الإيراني بكل وسيلة ممكنة. ولا شك أن توسع إيران من أهم أذرعه اليوم هو ذهاب حماس إلى إيران. باقي الفصائل أولا هي فصائل أصغر بكثير من حماس، ثانيا هي فصائل أصلا متهمة بالعمالة لإيران، أو بعضها متهم بالعمالة لإيران، وبعضها أصلا هو فصائل قومية أو شيوعية أو غير ذلك مما لا يهم الجمهور المسلم أصلا. حماس هي الفصيل الوحيد الذي كان أكثر توازنا في نظر الجمهور المسلم، ولذلك انحيازه اليوم إلى المعسكر الإيراني وإلى هذا النظام المجرم بهذه الطريقة في الحقيقة هو تبييض أو محاولة لتبييض صفحة هذا النظام. لكن نقول لإخواننا في حماس، هذا الانحياز يلطخكم ولن ينظف إيران ولن ينظف النظام السوري. النظام السوري بات مكشوفا أمام العالم كله بجرائمه التي ارتكبها أمام كاميرات العالم ومراقبته، وبعد تقارير من الأمم المتحدة متتالية لا يمكن لأحد أن يبيض صفحة هذا النظام، إنما من يلتصق به سيتسخ هو ويناله من قذارات هذا النظام الكثير.
لكن ماذا يعني إصرار شعوب المنطقة في سوريا أو لبنان أو العراق واليمن، هذا الإصرار على التضامن مع القضية الفلسطينية بعيدا عن موقف الفصائل الداعم لإيران وميليشياتها ونظام الأسد؟ ما المطلوب حاليا من هذه الحركات؟ بكل تأكيد هذه الشعوب تقف مع قضية الأمة، فلسطين والمسجد الأقصى هو قضية أمة، ونحن اليوم وغدا وبعد غد مهما حازت هذه الفصائل التي تقاوم الاحتلال بشكل أو بآخر ولها جهود وتاريخ لا ننساه لها، مهما حازت إلى هذا النظام المجرم، لكننا في نفس الوقت لن نترك قضية فلسطين لهم ولا لهذا المحور. هذه الشعوب التي نالها كثيرا من ظلم إيران وحلفها عموما في المنطقة تعلم يقينا أن إيران وحلفها ليس لهم أي علاقة بالقضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية هذه الأمة، ولذلك كل هذه الشعوب تنادي بدعم الفلسطينيين وقضيتهم وتثبيتهم وتثبيت رباطهم والحفاظ على المسجد الأقصى وهويته. هذا واجب على كل مسلم في كل بقعة بقاع الأرض. لا يعنينا أبدا أين ذهب قادة المقاومة أو أين ذهبت بعض الفصائل، هل انحازت إلى معسكر خاطئ أم لا. نحن نعلم بعض الفلسطينيين صالحوا حتى اليهود والصهاينة في وقت ما، لكن هذا لم يؤثر أبدا على حمل الأمة لهذه القضية. في سؤال أخير إليك دكتور محمد، يعني ما هي الخطوة الموفقة التي تتوقع أنه ممكن أو ستكون موفقة لو لعبتها الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس كونها الفصيل ربما الأكثر تأثيرا حسب ما تفضلتم به من حديث، الخطوة الواجبة على الفصائل حتى تظل يعني في مربع المنطقة وما تتطلع إليه الشعوب؟ يعني الخطوة الوحيدة التي يجب على حماس وغيرها أن تقوم بها هي إزاحة هذه الأنظمة الفاشية المجرمة عن الحكم، المساعدة في هذا واجبهم، إذا استطاعوا بأي طريقة ممكنة أن يفسدوا مشروع إيران وأن يظهروا الأمة أن هذا المشروع لم يدعمهم حقيقة من أجل تحرير فلسطين، وإنما دعمهم في قضايا مادية أو قضايا لا معنى لها سياسيا في الحقيقة. هذا واجب عليهم أن يقفوا في صف الأمة وأن ينحازوا إلى الأمة وأن يتركوا الانحياز إلى الظلمة. هذه الخطوة الوحيدة التي يمكن لحماس أن تغسل بها هذه الجريمة التي فعلتها في صلحها مع هذا النظام المجرم. أستاذ دراسات الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الدكتور محمد أيمن جمال، كنت ضيفنا هنا في الأستوديو، شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا.